من السعودية انطلق تحرير بلاد الكويت. الله يرحمك ألف فهد، ما ننسى. وقف وقال أبشري وأنا أخو نورة فهد. ليش 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 ليش؟ كم واحد استشهد من اللي معي، حاشهم رصاص وطاحوا، الله يرحمهم. فدوى حق الكويت. بهذا البيت وبكيفان الصمود صارت وايد قصص بطولية، في منهم استشهدوا وفي منهم للحين موجودين وقالوا لنا شنو القصة. أنا عبلة المرزوق، أحد أفراد المقاومة الكويتية بكيفان. دكتورة جراحة خرجت جامعة نيوكاسل، تخصص جراحة وعناية مركزة. ذاك الوقت في جامعة الكويت بس ما فيها كلية طب، توها ما كملت. شنو شعورك وانت الحين واقفة في هذا المكان؟ قاعدة أتخيل المنظر من 31 من 32 سنة، أتخيل المنظر. كنت أنا هني أرمي، هناك في شباب يرمون، هني انصاب حول 3 شباب طاحوا بالقاع رموهم عراقيين وإحنا شغالين فيهم. خلصت الذخيرة اللي معاي، نزلت تحت خذيت ذخيرة ورحت وخلصت، بس بعد ما باليد حيلة. والله تخيل المنظر، الشباب 3 عليك الأمان. ولا عندنا شيء نعالجهم فيه، ماكو شيء نعالجهم فيه. وهذا الرصاص مو شيء دواء أو ربطة إيد أو شيء، لا. شفنا العلم السعودي، يا سلام الله عليكم يا أهل السعودية. من السعودية انطلق تحرير بلاد الكويت. الله يرحمك ألف فهد، ما ننسى يوم الكويت تصيح تبكي وتدور على ستر وذرة. وقف وقال أبشري وأنا أخو نورة فهد. هذا الملك فهد، كل الشعب السعودي حتى حريمهم ريايلهم صغار كبار كلهم وقفوا مع الكويت. وفي بيت ثاني هم بالزاوية ذاك الوقت، بيت الشايجي، هم بالسطح على الدرامات. أنا مالت درامات عشان أركب فوق أشوف العراقيين جايين بسيارات كويتية مشتغلة عليهم ترمي، معي دربيل مال الجيش، هذا يبين من بعيد دربيل الجيش ورشاش. كم واحد صج ذبحتي؟ ما عدهم، أنا شبي في عدهم وايد ولا شوي؟ بعد رشاش يخرط وايد، ما يخرط شوية. وغيري أحسن، في غيري أبطال أحسن مني. شلون كان شكل الشارع قبل؟ وايد وايد بيوت هدمت، بس هذا اللي بقى. يعني كان الشكل غير؟ يشبه تقريبا يشبه. إيه؟ أي بيت بزاوية موقع استراتيجي نركب، أهله ما يقصرون. بس لحظة للتوضيح، الأستاذة أنت حابة تعبرين عن حبك وتقديرك دكتور عبد المرزوق؟ وايد سندريلا المرقاب. أنت مرة ولا كل الحريم، وما تقولين إلا الصح، وأكثر وحدة تخاف على هذه الأرض أنت. يقول أبي أصير قوي، قلت له بشر بسعدك، أعطي إبرة بافلون نص سنتي بالوريد ونص سنتي بالعضل. اللي بالوريد تمشي فورا، مفعولها فورا، عاد يكمل وراها اللي بالعضل 3 دقائق انشل جسمه ما يرد الشهادة. ما كانوا يفتشونك؟ ما كانوا يشوفون أنت عندك إبرة؟ صغار الأبر بنطلون جينز صغار، ما يفتشون أصلا، ما ينتبهوا لها، يشوفوني ما عندي سلاح بس، وأعطي المقسوم وانحش. هذا كان السلاح؟ هذا سلاحي والله الإبر. خير حافظ. شنو كان يصير؟ يصير سيطرة ويطلع وجهك نعرفه، أثاري معممين صورتي. ليش عمموا صورتك؟ لأن مبدعة فيهم. شنو كنت تسوين؟ شو أسوي؟ قنابل ملتوف أفجر فيهم، ومعاي ولد شو اسمه الله يرحمه الرقم، عادل الرقم الله يرحمه. أنا معا نسوي القنابل ملتوف ببيتهم بصباح السالم، نوزعها على هذا أهل المقاومة، وكل الكويتيين صاروا مقاومة، كلنا بجهده نعطيهم اياه ويفجرون. يوم طليت شوفوا العراقيين وايد جايين بالفريج، عشان اقول عادل ترى العراقيين جايين وايد، قال ماني طالع، قلت له كثره قلب الشجاعه، امش خلينا نشقح، نشقح يعني ننط. عيه نطيت انا من بيت لبيت لبيت وانحشت، وهو اغسلوه. شنو المواقف الصعبه اللي للحين انت ذاكرتها؟ تعذيب بالجيون، الجيون اول مره دش مال الجيش، هذا يسمونه الجيون، اول مره خلانا عسكريه ولا شيء، حاشريننا جماعي كلنا مربطين فسخين، تعذيب على كيف الكيف، تعذيب غير نمونه. شنو كانت اساليب التعذيب اللي يستخدمونها؟ انا استعملوا معي الحرق. ايش قررت ان انت تدشين بالمقاومه؟ كل اهل الكويت مقاومه، كلنا بجهده. اللي اعتصم ما يروح الدوام، ما ندام في حكومه عراقيه. واللي كلنا قد جهده. كلنا قد جهده ومعروفه، هذا هو. ما كنت تخافين؟ يعني الحين قلتي خذيتي السياره، طقيتي بر، ما كنت تخافين؟ العمر بيد الله. العمر بيد الله، اللي الله كاتبه بيصير، ورب العرش نجاني سبحانه وتعالى. شلون توصفين بذاك الوقت موقف اهل الكويت؟ يا سلام تعاونهم الله. يا سلام الله على الشعب الكويتي الوفي الحر، يا سلام الله عليه.
كلهم ايد واحده، حتى المسايد نركب فوق السطوح ونأذن ونهلل ونكبر، مو اذان الصلاه، المراه ما تأذن بس تهليل العراقي من يسمع الله اكبر يركض كنا يرو. انا كنت في الاسر ما رحت السعوديه. تنزلين الشارع وتشوفين هذه المحبه؟ نعم وايد عيون خالتي، خلنا نصور معاك كله، اقول نقولوا سندريلا دلعوني. يعني من اول لقاء مو عارفه اقول لك خالتي نكدوي تقولي سندريلا. سندريلا انا شباب توني، هذا سبق مو شيب. وهذه متجاعيد غمازات. زين ليش كانوا يسمونك سندريلا المرقاب؟ لاني مزيونه ذاك الوقت. ليش كل لقاء تطلعين لابسه الاعلام، شايله جنطه علم الكويت، حاطه الاعلام؟ هذا بيوفي، الكويت بيوفي، حاطه علمين ويزيني واميره وولي العهد. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم ويعزكم والعز عليكم. استانست باللقاء، كلنا استانست. سندريلا المرقاب انا. حبيبي.